شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024 وقام القائد العام بتقليد القادة المقرمين وسام الجمهورية العسكرية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024 وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القاده المكرمين وسام الجمهوريه العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه تقديرا لجهودهم الوطنيه طوال مده خدمتهم بالقوات المسلحه ونقل الفريق اول محمد زكي تحيه وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للقاده الذين امضوا رسالتهم داخل القوات المسلحه بكل صدق واخلاص واشاد القائد العام للقوات المسلحه بالقاده المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءه واقتدار مشيرا الى ان تجديد مسؤوليه القياده ونقلها من جيل الى جيل من التقاليد العسكريه الراسخه كما قدم التحيه لاسر القاده المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤوليه الاسريه وتنشئه الابناء على المبادئ والقيم المصريه الاصيله مؤكدا ان القوات المسلحه ستظل دائما زاخره بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحيه والعطاء لخدمه الوطن والذود عن ترابه المقدس